مجال حقوق الإنسان هو مجال واسع جدا جدا، وهو المفترض أن يكون حق طبيعي لكل شخص ولكل إنسان مهما كان انتماءه مهما كان جنسيته. لما تقول نهضة مجتمع فهن الأطفال، لما تقول نهضة أطفال فهي الأم. فإذا يعني نحن اتضحت الصورة عنا إنه أساس نهضة أي مجتمع هي الأنثى، هي المرأة. تفعيل التمكين السياسي، ضروري جدا عمل دورات وأنشطة للسيدات، لربات البيوت، لليافعات. أنا تغيرت. قديش حسيت إنه نحن قادرين على صناعة شيء وكان مكبوتة القدرات يعني.